حتى هذه اللحظة يعني إدارتنا لأزمة فيروس كورونا يعني الحمد لله يا رب ربنا موفقنا فيها وما حسيناش بأي أزمة كبيرة في هذا الموضوع، ويمكن كنا لسه عاملين اجتماع أمس للجنة الأزمة واتمنيت من كل زملائي معالي الوزيرة والسادة رؤساء الهيئتين على الاحتياط الاستراتيجي من الأدوية ومن الأكسجين عشان نبقى إن شاء الله مطمئنين بإذن الله، ويعني دائما ما يبقاش عندنا أزمة في هذا الصدد. مرة أخرى أنا يعني بشكر كل القائمين على إدارة هذا الصرح الكبير، على يعني الحقيقة على جهدهم، والنهاردة إن إحنا بنشهد موضوع إنتاج الفيروس الخاص اللقاح الخاص بفيروس كورونا، دي أعتقد يعني نقلة تاريخية في تاريخ هذه الشركة، واللي ربنا يعني بدعوهم إن هم ربنا يوفقهم ويقدرهم على مزيد من التقدم والنجاح. شكرا لحضراتكم.